تعالوا بقى ناخد شوية خطوات هتساعدنا ان احنا فعلا نقدر نحفز نفسنا. اول طريقة في التحفيز هي بنسميها الدريم شيت. ايه موضوع الدريم شيت؟ الموضوع باختصار الفكرة ورا طريقة التحفيز دي، كل العلماء قالك ان انت محتاج تشوف الهدف بتاعك عشان تفكر نفسك بيه. كل حاجة بعيدة عن عينك مش هتعرف تفكر فيها قوي. انت دايما يعني لو الحلم بتاعك انا كل يوم بفكرك بيه واقولك ازاي تقدر توصل له وازاي تتحسن فيه، صدقني كل يوم انت محتاج حد يفكرك بكده. صدقني انت ممكن تعمل ده من غير ما حد يقعد كل يوم يفكرك، انت ممكن تفكر لنفسك. الطريقة دي هتساعدك. حط الحلم بتاعك في شيت وخليه دايما قدامك تتفرج عليه كل يوم. صدقني ده دايما هيبقى شغال كأنه زي البوصلة كده اللي تفكرك بالطريق اللي انت كنت المفروض تمشي عليه، زي جوجل ماب مثلا. هو لو انت حطيته وعايز توصل لمكان ايه المكان بي، هيفكرك دايما ان انت عايز تروح هناك. ازاي نعمل الدريم شيت؟ الطريقه دي يعني من احسن طرق الحقيقه وفعاله جدا وناس كتير بتستخدمها. اول حاجه احنا محتاجين نحط احلامنا في كذا حاجه، سواء على مستوى الكارير بتاعنا. انت عايز ايه الدريم جوب بتاعتك؟ حط التايتل اللي انت عايز توصل له قدامك، اكتبه كتابه وحط صوره يعني شبه الحاجه اللي انت عايز توصل لها، كويس؟ اذا كان عندك هدف على المستوى الشخصي، مبلغ معين من المال عايز توصل له، حاجه عايز نفسك تشتريها، عربيه نفسك تكون عندك، بيت، ايا كان الحاجه اللي الحلم بتاعك، احلم زي ما انت عايز وحط الحلم بتاعك على ورقه واتفرج عليه وحطه قدامك. بعد كده اذا كان انت عايز توصل لحاجه معينه، انت مثلا عايز تخس وعايز توصل لوزن معين، حط الناس اللي هي شبه الوزن اللي انت عايز توصل له دوت، حط الرقم نفسه بتاع الوزن اللي انت عايز توصل له قدامك كجول، المستوى اللي انت عايز توصل له على المستوى الصحي بتاعك، حط الحاجه دي كمان قدامك هناك. اذا كان في حاجه تخص علاقات برضو نفسك تعملها، نفسك تكون عيله بشكل معين بتحلم بيها، تحسن علاقاتك مع عيلتك اوريدي، توصل لشكل معين، حط برضو الصوره بتاعت وليكن مثلا الهابي فاميلي اللي انت متخيل نفسك باذن الله ممكن تعملها، كويس؟ طيب اذا حاجه على المستوى السبيرشوال او الروحاني، حاجه من الفاليوز اللي ممكن فعلا بتحسنك او ممكن تعمل لك موتيفيشن، احد الكلمات من الناس اللي انت فعلا شايفهم مصدر الهام بالنسبه لك، برضو حطه قدامك بحيث يبقى دايما يفكرك بالجزء المعنوي. ان احنا اتفقنا قبل كده ان احنا عندنا مصادر قوه، ومصادر القوه دي لازم اترجمها لحاجات تساعدني، زي ما احنا شفنا كده الفيزيكال او السبيرشوال او المينتال او غيرها من المصادر بتاعت القوه بتاعتنا. طيب المثال هنا مثلا ده كان واحد من الطلاب، يعني كان مره شاير معانا الحاجه اللي هو عملها. كنت عملت الكورس قبل كده عن ازاي تدرس بشكل فعال، واستخدمت نفس التولز ديت مع الناس، ففي ناس بعتوا لنا من الطلاب شيت هو كان يعني متخيل ان هو عمله. هو راجل عايز يروح، الولد عايز يروح يشتغل فيه، يعني خلص الدراسه بتاعته يبقى انسان ناجح ويروح الام بي اي ويشتغل هناك، فحط سلوجان بالنسبه له ورك هارد بلاي هارد. بالنسبه له مايكل جوردن كان رول موديل، هو عايز يروح يشتغل في الام بي اي. كان بالنسبه له غاندي مثلا من الرموز اللي بتمثل له شيء، كان نفسه يكون عنده فاميلي تحت اطار ان احنا توجذر فور ايفر، العيله بالنسبه له كانت شيء مهم، بيحلم باللحظه بتاعت التخرج بتاعته فحاططها دايما قدامه. الشيت ده هو طبعه وحطه قدامه، كان دايما بيتفرج عليه كل يوم ويفكر نفسه بالاهداف بتاعته. انت ممكن تعمل الشيت بتاعك، حط العربيه انت عايز تجيبها، حط المسمى الوظيفي اللي انت عايز توصل له، حط رقم الفلوس اللي انت عايز تعملها، حط اي حاجه انت عايز توصل لها في شكل صورة. صدقني الصورة دايما مع الوقت لما تيجي تبص على الشيت ده بعد فترة هينطبع في ذهنك، وكل ما تحس انك انت تعبان او يعني ما عندكش حافز كويس تبدأ تبص على الحاجات دي ويفكرك، خلي بالك انت عايز توصل للحاجات دي، كويس؟ طيب الاكشن عايز تعمله بقى، اعمل لو سمحت الشيت بتاعك. سهل جدا، دور على الصور اللي هي ممكن تكون مرتبطه بالحاجه اللي انت نفسك توصل لها كحلم، هاتها من الجوجل، نزلها على سلايد مثلا بتاعت برزنتيشن ولا حاجه، واطبعها، حطها قدامك على البورد اللي احنا اتفقنا ان انت عايزين تكون عندك في المكتب عندك او في البيت او في اي مكان انت بتشوفه كل يوم الصبح، ممكن تكون على المرايه بتاعتك، ايا كان المكان، حاجه انت هتشوفها كل يوم، تمام؟ بص عليه كل يوم لمدة دقيقتين، فكر نفسك بأهدافك كل يوم الصبح وانت نازل رايح الشغل، قول لا انا عندي اهداف وان شاء الله النهارده هاخد خطوة في اتجاه ان انا اوصل هناك. ده كانت الطريقة باختصار، تعال نشوف بقية الطرق، ولو عندك اي استفسار لو سمحت اكتبه لي في الديسكشن فورم. لو انت عملت الدريم شيت بتاعك وشايف انك تقدر تشاره معانا برضه، هكون سعيد جدا ان انا اشوف الدريم شيت بتاعك. قول لي رأيك بعد اسبوع او اتنين من تجربتك مع الموضوع ده، هل فعلا حسيت بتحفيز؟ هل مستويات التحفيز عندك عليت ولا لا؟ نفسي اسمع رايكم. لو سمحت عندك اي مشكله اكتبها لي في الكيو اند اي سيكشن، وان شاء الله هرد عليك خلال 24 ساعه. سلام عليكم.